أكلمكم في احتمال الناس، يعني في جوانب أخرى للاحتمال هنناقشها. ممكن تقول الاحتمال في الخدمة، احتمال الصوم، احتمال السهر، احتمال الدوشة، احتمال البرد، احتمال الحر، ما كل ده اسمه احتمال. أنا عاوز أركز أول محاضرة على احتمال الناس. هو احنا بنتعب من الناس في ايه؟ أول حاجة تتعبنا هو الاختلاف في الطباع. يعني واحد بطبعه بطيء، اللي معاه بطبعه سريع، الاتنين بيعانوا، لأنه السريع مش طايق البطء والبطيء مش مستحمل السرعة. فتلاقيهم لاختلاف السرعة بس شيلة، يعني ممكن يخبطوا في بعض أو ما يستحملوش بعض. اختلاف طريقة الأكل والشرب واللبس، كل ده لو الناس عايشة مع بعض ممكن تعمل مشكلة. يقول لك أنا مش مستحمل الهرجلة بتاعته وهو مش مستحمل الحسوكة بتاعتك. أنت بتقول عليه مهرجل وهو بيقول عليك محاسوك، إنما كل واحد شايف نفسه مستحمل. مين قال إن الصح هنا ده ولا ده؟ اختلاف مستوى النظافة أو مستوى النظام أو مستوى التفكير، كل ده بيخلي فيه مجهود في احتمال الناس. لما مثلا واحد ما بيستحملش السجاير فيقعد في مكتب أو في عربية قطر يشربوا سجاير، يقدرش يقول لهم ما تشربوش وما عندوش بديل، مضطر يستحمل. فاهمين الفكرة؟ أو قاعد في مكان والناس صوتها عالي قوي وهو مش عارف يقرأ ولا يصلي ولا يتكلم حتى مع اللي معاه، مش هيقدر يقول للناس اسكتوا، مضطر يحتمل. طب هو بيستحمل ليه؟ لأن طبعهم غير طبعه، طريقتهم غير طريقته. عشان كده إذن الموضوع ده كل يوم بنقابله، إن إحنا عندنا الاحتمال ده قضية يومية بنواجهها، مرتبطة أولا باختلاف طباع الناس. طريقة التفكير في الفلوس، أغلب الناس الفلوس غالية عليها جدا، فطبعا ده بيعمل لك مجهود نفسي إنك تحتمل شخص بيستغلك أو البياع اللي عاوز يكسب من وراك. فأنت محتمل عدم أمانة الناس أحيانا، محتمل عدم صدقهم، محتمل نظرات عينيهم اللي عاوزة تاخد اللي معاك. أنت كل ده بتحتمله، مش هتقدر تمشي تقول له يا كذاب. هتقول لي مين ولا مين كذاب؟ ما أنت كده مش هتخلص، ما تقدرش تقول كده. أنت مضطر تعيش مع الناس وتحتمل. إذن موضوع الاحتمال ده مع الناس موضوع موجود في حياتنا كل يوم. كمان من اللي يزود الاحتمال اختلاف الأولويات. مثلا في واحد المجاملات حاجة مهمة جدا عنده، في واحد المجاملات مش أساسية، يعني راجل ومراته تلاقيهم يختلفوا بقى ويقول أنا مستحمل مراتي ربع المرتب رايح مجاملات، وهي بتقول أنا محتملة جوزي لأن هو ما عندوش خالص تقدير للمجاملات. تاني بقول كل واحد شايف نفسه صح وشايل التاني، يعني حاسس شيلة في التعامل أو الانسجام مع الآخر. برضو الارتباطات العائلية، في واحد يحط العيلة مهمة قوي عنده، في واحد بيحبهم بس الموضوع يعني الخدمة والشغل والدنيا حاجات تانية واخداه. كل واحد يكتشف انه عامل مجهود في احتمال شريك حياته لمجرد ان الاولويات مختلفة، وهكذا. الفسحة مثلا، في واحد ما يفرقش معاه يتفسح خالص، عياله عاوزين يتفسحوا فيقول لازم هتفسح، هستحمل الفسحة عشان عيالي. كويس، المحبة تحتمل. أو هنخرج الخروجة دي عشان مراتي عاوزة كده، ماشي. مرة قابلت راجل دمه خفيف، فقابلته في مول برا مصر يعني، فقلت له أنت قاعد هنا لوحدك ليه؟ لقيته قاعد بيقرأ كده، قال لي بجاهد. قلت له مش فاهم، بتجاهد ليه أنت قاعد في مول؟ قال لي لا بجاهد، أنا مراتي بتجيبني كل أسبوع تعمل شوبينج
وتصرف حاجات أنا مش مقتنع بيها، وتاخد ساعتين ثلاثة وأنا قاعد يصلي يقرأ: يا رب الصبر، يا رب الصبر، يا رب. شاطر يا حبيبي، فبيجاهد كويس، إنه بيجاهد، لأنه يمكن لو ما عملش كده البيت كان يخرب. فهو نشكر ربنا قادر يحتمل. طبعا هي ممكن تكون شايفة أنها مش غلطانة خالص، وإن اللي بيعمله عادي. خلي بالكو، أحيانا تكون بتحتمل واللي قدامك مش مقدر، لأنه مش شايف أنه بيعمل حاجة زيادة، فده بيزود صعوبة الاحتمال، أن أنت عامل مجهود بس اللي قدامك مش واخد باله، لأنه هو لو مطرحك هينبسط في المول، بس الراجل ده كان قاعد متذنب. من الحاجات اللي بتصعب الاحتمال أسلوب الحوار. في واحد متعود يقاطع، لما يتكلم يتكلم باندفاع كده وهلهلي شوية في الكلام ومش منظم، واللي معاه ده يعني بيحسب للجملة وبيرتب أفكاره وما بيحتملش خالص الهرجل، بس مضطر يتفاهم، مضطر يتعامل مع شخص مش منظم في الحوار زيه، أو شخص صوته بيعلى. طب دي طريقته، مش هنديله درس في الأخلاق دلوقتي، احتمل هو صوته عالي، أنت بالك طويل، مش معنى كده أنه هو وحش، استحمل وتفاهم برضه. ساعات في واحد طريقته يعني صريحة زيادة، ويعتبر أنه هو كده عنده فضيلة، يقول لك أقول مش عارف لمين فنكت ماشي. وفي واحد تلاقوه يعني كلامه ناعم قوي، تصور دول هيعيشوا مع بعض أو هيتفاهموا مع بعض في خدمة أو في وظيفة أو كابل، يعني رجل ومراته، الاتنين مستحملين على فكرة، كل واحد مستحمل. في واحد ما بيحبش الكلام المايع ده، وفي واحد ما بيحبش الكلام الناشف، بس هيعيشوا مع بعض خلاص، يبقى لازم الاتنين يحتملوا. أنا بوريكم أن الحياة كلها مجال لاحتمال الآخر، والاحتمال مش معناه أن أنا مستني التاني يتغير. الاحتمال ببساطة أنا بحبك فهحتملك زي ما أنت، اتغيرت خير ما اتغيرتش أنا برضو قابل وراضي ومحتمل ومتكيف. يعني في مجهود؟ آه طبعا في مجهود بيتعمل، مجهود نفسي وأحيانا مجهود عضلي، أنك تشيل مثلا واطرح ناس مش منظمة أو ما بيخدموش نفسهم وماله. هذا المجهود اسمه احتمال، احتمال فضيلة مفتاحها كلمة المحبة تحتمل كل شيء. طيب عدم الاحتمال يبان ازاي؟ ما احنا عاوزين بقى نطلع من المؤتمر واخدين الفضيلة دي او حتة منها زيادة. اول علامة لعدم الاحتمال هي سرعة الغضب. الشخص الغضوب هو فشل في احتمال الناس او الظروف. ايه اللي بيغضب الواحد؟ انه ما استحملش. يعني في واحد مثلا في العربية الدنيا المرور واقف، تلاقي ايده على الكلاكس كده، هو مش مستحمل، فالغضب اللي جواه خلاه يزمر او يشتم او يبرطم. هو ببساطة العربية اللي جنبه في واحد رايق مشغل سي دي تسبحة، وفي نفس الترافيك نفس الظروف. طب ده محتمل فما غضبش، ده ما احتملش فغضب. يبقى أنت بتعرف درجة احتمالك من درجة غضبك. إذا كنت سريع الغضب أو كثير الغضب يبقى أنت محتاج جدا فضيلة الاحتمال. تاني، إذا كنت سريع الغضب أو كثير الغضب يبقى أنت عندك أزمة في الحتة دي، أنت لازم تركز جدا على كلمة وفضيلة الاحتمال. عدم الاحتمال ممكن يخسرك الناس، ممكن تخاصم. لو أنت ما احتملتش الشخص مرة واثنين هتوصل إلى قطيعة، إلى خصام، خصام يعني هلاك، خصام يعني مش هتدخل السماء. إذن الفضيلة دي ضرورية، لو كنت استحملت وما كنتوش اتخصمت يجوز كنت عملت مسافة العلاقة من بعيد شوية، بس ليه سبتها توصل لخصام؟ يبقى أنت ما استحملتش. كان ممكن تحتمل أكتر من كده
ونشوف حل لكن ما يوصلش للخصام والكراهية. عدم الاحتمال ممكن يوصل إلى إدانة وشكوى. خلي بالكم احنا بنتكلم عن خطايا كل يوم بقى، الغضب، الإدانة. الشخص الحمول اللي بيستحمل ما بيدنش لأنه محتمل متكيف، لكن اللي مش مستحمل هو ده اللي بيلخبط بقى، بيبتدي يشكي، ويشكي مش للشخص ذاته، لا ده يشكي لشخص آخر، يبقى وقع في إدانة. تيجي الست مثلا تقول ده أنا جوزي مطلع عينيا، استني كده، أنت ما احتملتيش، ما عندكيش احتمال. على فكرة ربنا محتملك، ويجوز جوزك محتملك. مرة جات لي واحدة تشكي من جوزها، صدقوني بعد 10 دقايق بقيت بصلي يا رب اديني صبر اديني صبر، أنا مش مستحملة 10 دقايق. بعد 10 دقايق أنا حسيت أنها محتاجة طاقة مستوى عالي من القداسة عشان أكمل 10 دقايق. فطبعا أكيد جوزها ده شهيد أو قديس عظيم، بس هي جاية تشكي منه، متخيلين؟ يبقى واضح هي شايفة نفسها مظبوطة خالص، منتهى الكبرياء ومنتهى القسوة والحدة في الكلام. أنا فعلا بقيت أقول الراجل اللي عايش معاها ده شكله إيه؟ وبعدين جايبهولي بقى إيه متهم، فقعد برة يا عيني محتمل. فأول ما دخل متصور بقى أن أنا إيه يعني همسكه أقول له ده أنت إنسان بشع. فأول ما هي خرجت خدته بالحضن قلت له حبيبي ما تتكلمش ما تقولش، أنا خلاص عارف طوباك. يبقى هنا عدم الاحتمال بيخلي الواحد يقع في إدانة الناس والشكوى، وكل دي خطايا مصدرها أني ما عنديش فضيلة احتمال. عدم الاحتمال يوقعني في خطية أخرى، سوء الظن. الإنسان اللي مش مستحمل مخه بقى بيشتغل في اتجاه غلط، دول يقصدوا، دول أصلهم بيعملوا، ويقعد يفسر الأمور بطريقة لأنه مش مستحمل حاجة، ويطلع الناس ولا قصده ولا حاجة، بس هو بسبب عدم احتماله وقع في غضب، وقع في إدانة، وقع في كراهية، وقع في شكوى، وقع في تذمر، سوء ظن، بقى كتلة من الخطايا لمجرد أنه نقصه إيه؟ نقصه احتمال. يبقى نحتاج أن احنا نجاهد في الفضيلة دي. برضو الأباء علمونا حاجة مهمة، مين اللي بيحتمل أكتر؟ أولا المتواضع. الشخص المتواضع عنده طاقة للاحتمال غير العادي، بداية من ربنا له المجد. ما فيش حد في الدنيا بيستحمل قد ربنا، بيستحمل البشر وإحنا، لأن ربنا متواضع. يعني لو واحد فيكم اتفق معايا الاتفاق وكسر الاتفاق 3 مرات أنا بصراحة يصعب علي، مش كده؟ طب أنتوا كسرتوا اتفاقكم مع ربنا كم مرة؟ ولغاية دلوقتي مش صعبان عليه، وكريم وسخي في عطائه ومستحمل. طب ده احنا يعني كسفناه كذا مرة، معلش مستحمل. فربنا عشان متواضع جدا محتملنا. العذراء كانت تحتمل كل الناس لأنها متواضعة جدا. فلما تلاقي نفسك قصير مش مستحمل قوي، قول المحبة قليلة وقول التواضع قليل، لأنك لو كنت متواضع أكتر كنت هتشوف أحلى ما في الناس، فكان ما تبقاش الناس شيلة تقيلة عليك، هي تقيلة لأنك أنت نفسك مش متواضع، فتلاقي نفسك مش مستحمل حد. أصل المتواضع مركز على عيوبه ومش مركز في عيوب الناس، المتكبر العكس، مركز في مزايا ومش شايف مزايا الناس. فالإنسان المتواضع عارف أنه مليان عيوب، فتلاقيه هو نفسه يقول كويس أن هم مستحمليني، ده أنت ملاك مستحملينك إيه، بس هو شايفها بالعكس لأنه متواضع يقول كويس أن هم مستحمليني. هو بيقول كده وهو حمله خفيف قوي، لكن التانيين متعبين وهما بيقولوا هو اللي تعبنا،
المتواضع بطبيعته يحترم الناس قوي، فمع احترام الناس احتمالهم سهل. الاحترام والاحتمال ولاد عم كده، اصحاب. فالمتواضع عنده الاثنين دول، يميل لاحترام الناس ويميل لاحتمال الناس. المتواضع عينه على المتكئ الاخير، مش على الكرامه، مش على المركز، فيحب يبقى في الاخر. اللي في الاخر طبيعي عنده احتمال، لانه مش صعبان عليه المراكز الاولى ولا مستني تكريم. المتواضع بطبعه هادي وصامت، فتلاقوه يحتمل. اللي عاوز يتكلم كتير نسمعه، واللي يعمل دوشه وماله. إذن الاحتمال مرتبط جدا بالتواضع. أنا بقول دليل عشان لما نعالج نفسنا وأقول أنا ليه بغضب كتير، بدين كتير، بتزمر كتير، أنا ناقصني احتمال. ليه؟ أصلي ناقصني كمان إيه؟ تواضع. كمان الاحتمال ابن المحبة زي ما قلنا. لو أنا بحب الناس قوي هحتملهم. حتى المثل البلدي يقول لك حبيبك إيه؟ تبلع له الزلط. تبلع له الزلط لأنه أنت بتحبه. فنفس الغلطة يعملها واحد تاني تبقى مش مستحمل، لكن الغلطة دي من فلان تعدي. تعدي ليه؟ عشان بتحبه زيادة. طبعا مع الاحتمال يجي الصبر وطول الأناء، يخليك تدافع عن الناس، تعذرهم. المحبة تتأنى وترفق، كل ده يوصل للاحتمال. المحبة لا تطلب ما لنفسها، كل ده يجيب احتمال. هرجع كم آية كده مهمة في موضوع الاحتمال. يقول: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتواضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. يعني إيه؟ يعني دايما باصص انك الناس شايفينك ايه. مش انت خادم وانت خادم، او انتوا ناس مسيحيين بتشاوروا على المسيح، ما يصحش حد يشوفكوا غضبانين، ما يصحش حد يشوفكوا بتشكوا، ما يصحش حد يشوفكم بتدينوا حد، تكلموا على حد، ما يصحش. يصح ايه؟ ان الناس دايما شايفاكم عندكم احتمال، عندكم صبر، تضربوا رقم قياسي، فتعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس. ليه؟ ما انت شكل المسيح، والمسيح بيستحمل. ما تستحمل الناس زي ما هو مستحملنا كلنا. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. الناس للأسف بتفهم الآية دي بالمقلوب، فكل واحد يقول أنا مش محتمل، يقول طاقتي كده، فمش عاوز يحتمل، بيبرر عدم احتماله بكلمة طاقتكم. الحقيقة في الترجمة معناها اعمل ما في وسعك عشان تسالم كل الناس. ما تقولش طاقتي كده، لا، زود طاقتك. Do your best، أو هنا الترجمة as much as depends on you، يعني على قد ما الحكاية تعتمد عليك، ما تسيبش حد يخسرك ولا تخسره. اعمل مجهود كبير قوي عشان ما حدش يزعل منك ولا انت تزعل من حد. اعمل أكتر من كده. فاللي يجي يقول استحملت، نقول له ايه؟ استحمل تاني، او استحمل اكتر. ما بنقولوش لا كتر خيرك قوي على كده، لا، هنفضل دايما نقول له ايه؟ معلش، المحبة تحتمل كل شيء. كمل، كمل رسالتك وشيل صليبك للآخر توصل. يقول لا تنتقموا لأنفسكم. هالانتقام عدم احتمال، مش محتمل يبقى أنا هاخد حق. أعطوا مكانا للغضب، مكتوب لي النقمة أنا وجازي. إن جاء عدوك احتمله، ومش بس احتمله، اطعمه. إن عطش عدوك اسقيه، إن فعلت هذا تجمع جمر النار على رأسه، ليغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. تعالوا بقى نتصور إن كل واحد فينا بقى عنده فضيلة الاحتمال. هتكسب إيه؟ عشان نغريكوا بالفكر. تصوري ان انت صليتي كده وربنا اداكي طاقة احتمال ما كانتش عندك. كل واحد فينا عنده حتة بس ربنا زودها. اول بركة تكسبها انك تاخد لقب زي بتاع موسى النبي. يقول كان موسى حليما اكثر من كل الذين على الارض. ما هو الحلم قريب للاحتمال. بمعنى ايه؟ يعني ايه موسى حليم؟ بقاله طويل محتمل شعب غليظ الرقبة.
طب والحلم ده ايه قيمته يعني؟ لا هاخد اللقب يعني؟ طب خدت بيه ايه؟ لا خلي بالك، هذه الفضيلة إن كانت احتمال أو حلم رفعت موسى لمستوى صداقة الله. الكتاب بقى يقول كان موسى يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه. أصل ربنا عنده نفس الفضيلة أو هو مصدر كل فضيلة، فبيعجبه اللي بيستحمله زيه كده، بيعجبه بيقربهم ليه. تصور بقيت قريب من ربنا، ده انت كلمتك غالية بقى، يوم ما تصلي يقول لك حاضر على طول. يبقى الاحتمال يجعل لك دالة عند الله، يجعلك في درجة صداقة الله. الاحتمال يخليك قريب قوي لربنا، فكل كلمة بتقولها غالية عليه جدا، لأنك أنت مش أي واحد دلوقتي، أنت محتمل كتير زيه. فالاحتمال ده هيغنيك روحيا. تاني بركة الحياة، الاحتمال هيكسبك الناس. يا ما خسرنا ناس عشان ما استحملناهمش فخسرناهم. لو كنت استحملته أكتر من كده كنت كسبته. مرة أمين خدمة جاي يحكي لي، يقول لي إيه، جالي واحد في الأنبا برام متعب جدا، يدخل الأتوبيس يبوظ لي الأتوبيس، بيستخف دمه وبيهرج زيادة ومش مخليه ويقاطعني كتير، وبقت الناس بصالي ما تلموا بقى يعني، وحاول بطريقة وبعدين قررت بقى أن أنا أقول له إيه ما تجيش تاني. فقال لي صليت كويس؟ بعد ما صليت لقيت مش قادر أقول له ما تجيش تاني، مش قادر، لأنه تعلمنا في الأنبا برام كله يخدم، فيش حاجة اسمها ما تجيش دي. فقلت له طب ممكن أجي لك البيت؟ الأمين بيقول للخادم ده، الشاب ده، الشاب ده اتخض، تجي لي؟ أجي أسأل عليك أشرب معك شاي؟ فالشاب استكتر، فقعد معه، اكتشف ان الشاب ده محطم نفسيا من ظروف كتيرة جدا. فقال لي بعد ما كنت واخد موقف ان انا نفسي ما يجيش وعاوز اقفل عليه، بقيت احبه بجد بعد ما عرفت اللي وراه. والغريب بعد الزيارة دي بقى يبص لي في الاوتوبيس زي اللي ايه، انت هتزعل؟ مش هغلس. بعد سنتين رشحه يبقى مين خدمة، لأنه بعد كام شهر بقى الأوتوبيس كله بيحب الشاب ده جدا وبقى مثالي. فجي قال لي التعبير ده، قال لي أنا لو كنت ما احتملتوش كنت خسرته، إنما لأني استحملته كسبته. فهمتوا الفكرة؟ ياما شخصيات كده لو استحملتها هتكسبها وهتتغير، لأن ده الشخصيات دي ناقصة حب، ما لقيتش اللي يستحملها. فأنت لما تحتملها بتعالجها، بتصلح فيها. ثالث بركة انك تغير في الناس زي ما قلنا. يبقى واحد انت كسبان ربنا، دي حاجة كبيرة قوي، بالاحتمال بتاخد ربنا في صفك دايما. اتنين بتكسب الناس، الناس يحب اللي يستحملهم ما يقعدش يعترض عليهم كل شوي. ثلاثة بالاحتمال بتدي للآخر فرصة للتغيير. الأم اللي بتزعق في ابنها طول النهار عشان يتغير ما بيتغيرش، اللي مستحملة ابنها بيتغير، لأن بسبب حب أمه وصبرها بيتغير. بركة كمان الاحتمال يجعلك تتفادى خطايا كثيرة وكبيرة، قلنا منها حاجات كتير. لو ما احتملتش هتقع في إدانة، لو ما احتملتش هتقع في غضب، لو ما احتملتش هتاخد قرار غلط، لو ما احتملتش ممكن توصل لكراهية وخصام، لو ما احتملتش هتعيش في حالة تذمر، لو ما احتملتش هتتفصل عن ربنا خالص، وساعتها ممكن تقع في حاجات انت ما كنتش تتخيل انك تقع فيها لانك ما احتملتش. المرة من المرات القليلة اللي موسى عمل حاجة ندم عليها، لما ما احتملش منظر ام كسر لوحي الشريعة، مع انه بطبعه حمول جدا لكن ما احتملش المنظر، مع ان ربنا منبهه على الجبل قال له تحت فيه لخبطة جامدة قوي، بس ما احتملش، ربنا عدها له لانه كان بيجاهد وكان بيحتمل حاجات كتير. اذن احبائي احنا نحتاج ان نزداد في احتمال الناس. ما تستنوش الناس تتغير، ارجوكم غيروا في نفسكم. لما تلاقي مشكلة في التعامل مع اي شخص ما تطلعش المشكلة عنده، طلع المشكلة عندك، قول أنا قلبي ضيق، أنا نفسي قصير،
أنا مش بحتمل كفاية، أنا ربنا حطه في حياتي عشان أنا أخد فضيلة اسمها الاحتمال، تخليني أقرب لربنا وتخليني أكسبه وأكسب غيره، وتخلي لي نعمة وكسبت بالمحبة ما خسرتش بقلة المحبة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.